بهذه البساطة يستباح الدم العراقي ويقتل المواطنون بدم بارد. وفي الجريمة التي هزت قضاء أبو غريب مثال على انتهاكات القوات الحكومية المستمرة ضد المواطنين. جو بالليل صاح اللي هو خالد المقدور قال لي ياسر يصيحوا لك. طلع ياسر اليوم احنا قاعدين بالحديقة شوية نسمع بس صياح. طلع نركض بعدنا ما واصلين هم يقتلون بي بعدنا ما واصلين. يعني جدي لي قدام ده يقول لهم بس وقفوا خلينا نفتهم من عندكم صاد علينا قام يرمي عليهم واحنا احنا وراه الشظايا قام متجه علينا يضرب جواهم والشظى يجي علينا ويضرب على قصي وقع حارثه والواحد قام يصيح تلحقوني تصوب وتنزل هو خال الله يرحمه عليه يريد يشيله بنزلته وجت الطلقه هنا اذبحهم اضربهم اخوي اذبحوه سته ولا سبعه ضربونا فشك كسروني انا في وجهي بالاخمص على صدري على راسي على بطني ما ادري عاد فقدت بعد ما ادري ما ادري ايش بعد صار اخوي توفى اخوتك ثلاثه صوبوا خود ثلاثة صوم واحد مات واحد اثنين من قرايبنا تصوم في شكل برجينهم. وعندما تغيب المحاسبة ويفسد القضاء يصبح قتل المدنيين أمرا اعتياديا تقوم به عناصر في أجهزة الدولة التي من المفترض أن تتولى مهمة حماية المواطن وليس قتله. من المسؤول عنه؟ أنا المسؤول؟ أنا الماسك الملف الأمني؟ شنو عائلة آمنة تجون تروعوها بساعات متأخرة بالليل وتروعون كل أهالي أبو غريب على شنو؟ شنو يعني ضابط مستهتر؟ إحنا نريد قصة أوكي قولوا مستهتر وخذونا حقنا من عنده. لا أقل من القصاص العادل وتطبيق العدالة على مرتكبي هذه الجريمة التي لا يوجد ما يفسر أسبابها إلا سيادة شريعة الغاب في العراق وفقا لمراقبين. أنت ذا ضابط بالجيش العراقي تقتل بشر، ضابط ليش سموه ضابط؟ لأن مضبوط الانضباط. إذا ضابط تقتل بشر شو تخلي الناس السرسرية؟ شو تخلي للناس؟ ضابط مرسوم جمهوري تقتل بشر بريء، مرسوم جمهوري. إذا الساقطين عادي عندهم تمام؟ ليش قتلته؟ احنا نطالب الحكومة بإعدامه والمفروض يعدم، ولازم يعدم العين بالعين والسن بالسن والباقي يظلم تمام؟ المفروض يعدم لأنه قتل نفس بدون ذنب. إذا ترجع على الأساس على حيوان صغيرة حيوانة تقتل بشر وبمحرم الحرام الله ينتقم منه. ويدرك الأهالي أن مطلب العدالة مجرد أمنية لا تتحقق في ظل نظام فاسد، لكن العراقيين يؤمنون بأن الحقوق لا تسقط بالتقادم.